بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة، السادة والسيدات النواب، السيد الوزير، أولا موضوع القضية الوطنية لا يحتاج إلى مساءلة الحكومة، لذلك فإنه هو مساءلة للذات عن أي مقاربة يمكن أن تعتمد على المستويات المتعددة للتعاطي مع هذا الموضوع. لذلك الأسبوع ما قبل الفارط كان نقاش اللي ربح المغرب جولة أساسية مع الجارة الجزائر ومع الخصوم ديال الوحدة الترابية، التي خلينا اليوم نعتمد مقاربة جديدة أساسا المطالبة باسترجاع المناطق المغتصبة في الصحراء الشرقية واللي مغتصبها الجزائر، وكذلك لابد من مقاربة جديدة في الصحراء اللي تتعتمد أولا على إشراك المنتخبين لأنهم تقوموا بأدوار أساسية، ولكن تتهمشوا في عدد من المحطات لأنهم هما المؤطرين الأساسيين داخل المناطق الجنوبية، وتنحييهم بهذا المناسبة. كذلك إعادة النظر في الآليات ديال التعاطي مع مجموعة من القضايا الاجتماعية والحقوقية. السادة الولاة والعمال في المناطق الجنوبية خصهم يعيدوا النظر في التعاطي مع هذه القضايا ومع المواطنين، والأبواب ديالهم خصها تكون مفتوحة لكل المناضلين ولكل المواطنين وكل المساهمين في التعاطي مع القضية الوطنية. كذلك فيما يتعلق بالمقاربة ديال تنزيل الحكم الذاتي، ما بقاش مسموح لنا اليوم نزيدوا ننتظروا فرصة أخرى. المغاربة راهم في الأرض ديالهم، والناس اللي تيقوموا الآن بأدوار أساسية في التنمية المحلية خص تعطاهم الفرصة والتنزيل الفوري والآني للحكم الذاتي. كذلك الناس اللي تيشتغلوا على المستوى الأمني تخص واحد نوع من التأهيل والتأطير، لأنه هناك نوع من الاستفزاز التي جرنا إلى نقاش حقوقي احنا ماشي في حاجة إليه اليوم. لذلك خص واحد نوع من التأطير، وهذا التأطير ما يمكن له يكون إلا إذا اعتمدنا مقاربة أساسية من خلال إشراك الأحزاب، من خلال السياسات العمومية التي تستهدف الشباب في هذه المنطقة، لأنه في حاجة إلى تقطير. احنا في حزب استقلال تنقوم بدورنا في هذه المنطقة، وهناك أحزاب تقوم بدورها وتخص تعطاها الدعم اللازم والأساسي، لأنه ما كاينش شي آلية من غير الأحزاب السياسية اللي يمكن لها تقوم بدورها في هذه المنطقة. لذلك تنطلبوا أنه ما تنسألوش الحكومة، تنسألوا ذاتنا الدولة المقاربة ديالها جديدة اللي خصها تعاطي فيها مع القضية الوطنية، أنها خصها تأخذ هذه الأبعاد كلها في شموليتها الحقوقية والسياسية والإدارية والتقنية. شكرا. شكرا سيد النائب. جواب السيد الوزير، تفضل. شكرا سيدة الرئيسة، السيدات النائبات، السادة النواب المحترمين. أولا أريد أن أشكر واضعي هذه الأسئلة، لأن بالفعل هناك مستجدات في قضيتنا الوطنية، خصوصا ما يقع هذه الأيام منذ 25 من الشهر الماضي أبريل. والسبب يعني بدون ما نتوسعوا فيه راه الكل كيعرفوا، وهو ان بعد المخطط الذي كان تيحضروا له الخصوم لتوسيع يعني دور المينورسو الى حقوق الانسان، وبعد ان يعني النجاح اللي حققته المساعي ديال جلاله الملك نصره الله والقوى السياسيه المغربيه والشعب المغربي وراءه، فكان هناك رد فعل وكان منتظر. وفي الحقيقة رد الفعل كان منتظرا في كل الحالتين، سواء تعلق الأمر بمرور هذا القرار أو بعدمه. يعني باش نقولوا بأن هذه ماشي مسائل اللي هي عفوية أو اللي غير جات وطاحت. وأحسن دليل، وإذا سمحتوا لي في هذا الباب هذا، غادي نحاول للإجابة لوضع يعني السيدات والسادة النواب في صلب الموضوع للأحداث لما وقع. سأعطي الأحداث كما وقعت منذ 25 أبريل بالتسلسل، ثم تحليل أو تقييم نوعي لهذه الأحداث ولماذا، وما هي المقاربة التي فعلا هي متبعة من طرف المصالح الأمنية. فبدأت يعني الأمور يوم 25، أي في نفس اليوم الذي كان القرار، فبدأت في مدينة بوجدور وعلى مرحلتين، وكانت في الحقيقة هي جس النبض
لأن القوى الأمنية كما هي معتاد حتى لا يكون هناك خلط، كما هو معتاد تواجه هذه المظاهرات يعني باحتوائها حتى لا تخرج عن سياق المظاهرات السلمية. وبدأت هذه التجمعات أمام منزل إحدى الشخصيات السيدات التي معروفة بولائها للبوليزاري. إن على أي حال حنا تنعرفوا علاش تنهضروا، وهذا الشيء معروف في الأقاليم الجنوبية ديالنا، هناك من له فعلا يعني شعور انفصالي ومواقف انفصالية، وهذا الشيء كنا حنا تنعملوه في إطار ديال تعدد الرأي، ولكن غادي يتبين لنا بأن خارجين من هذا التعدد ديال الرأي، ما وقع خارج عن هذا. فمباشرة في نفس الليلة عندما ضمن هذه الفصائل التي هي موالية للانفصال أن هناك تغيير في المقاربة الأمنية وأن وقع شيئا آخر، أنهم يمكن لهم يديروا اللي بغاو ويستفزوا اللي بغاو، وصلت الأخبار مباشرة إلى العيون وإلى المدن الأخرى. ويوم 26 بدأت كذلك المناوشات في العيون وفي مدن أخرى. المناوشات هي استفزازات في الحقيقة، استفزازات، لأن ما نجد ما هو موجود، نجد أن هناك ما يسمى ببعض النشطاء الدوليين سيدتين من أمنيستي انترناسيونال، وكانت حاضرة حتى قبل 25، بمعنى أن كان هناك يعني تخطيط. ثم 5 أو 6 ديال المنتخبين والمنتخبات من بعض الأحزاب الأوروبية التي جاءت لنفس الغاية، فبدات هذه الاستفزازات، بدا الخروج الى الشارع في بعض الاحياء المعروفه بالتظاهر. ونفس الموقف لدى القوى الامنيه، لم تتدخل ما دام يعني الامر لا 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 يدعو الى اغلاق يعني الشوارع او الى اشياء. ولكن سرعان ما تغيرت الامور، لان امام هذا الموقف ديال رجال الامن يعني المخطط بدا كيتلاشى، فبدات يعني تجنيد ديال الاطفال، ديال الاحداث، ديال ابناء المدارس، ديال النساء، والرشق بالحجارات وبالكوكتيل المولوتوف وبالسلاح الابيض. وغنعطيكم الارقام فيما بعد ديال الحصيله ديال الاصابات. وفي نفس الوقت بدات زيارات عبر يعني احياء المدينه من طرف المدعوة أمينة أمينة حيدر اللي تنعرفوها كلنا، مع السيدات ديال أمنيستي انترناسيونال وبعض المجموعات من حي لحي آخر. والطريقة هي سهلة، ليست في الحقيقة يعني خروج مكثف، ولكن التوزيع ديال نقاط التوتر، يعني نديروا واحد 10 أو 20 نقطة، هنا 20 ديال الدراري، هنا 15 ديال النساء، هنا 18. الغرض غادي تعرف فيما بعد لاستنزاف القوات ديال الامن ولمحاولات فعلا الضرب بما تقوم به هذه القوه في اطار القانون. فاستمر الامر يوم 27 كذلك على نفس الطريقه، ويوم الاثنين 29 كذلك، ولكن ظهر يوم الاثنين شيء اخر جديد، وهو تجنيد بعض ذوي السوابق بسيارات رباعية الدفع بدون ترقيم، التي كانت تجوب المدينة في الشوارع وترهب الساكنة وترهب المواطنين. فبعد الهدنة، وهذا الشيء هذا راه كيبدأ حوالي 5 أو 6 العشية، وكيستمر إلى غايات يعني ساعات متأخرة في الليل، إلى 11 أو 12 في بعض الأحيان إلى ما بعد. بعد الهدنة ديال فتح ماي جاء يوم 4/5، يعني 4 مايو، لأن كان هناك بدعوة من أو بالتنسيق مع وزارة الاتصال واحد المجموعة ديال الصحفيات الدوليات اللي قالوا غادي يزوروا المغرب ويزوروا أقاليم الصحراوية، وحنا اللي نظمنا لهم الزياره، وعارفين فعلا انهم غادي يشوفوا الانفصاليين، لا 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 باس. لكن ما وقع، وهو ان كان هناك كذلك تخطيط مسبق
يعني حسب يعني التوقيت ديال الزيارة ديال هاد الصحفيات، فكانت الدعوة إلى الخروج بأحجام قالوا مكتفى وكثيرة في الساعة 7 بالمساء. وشنو هي الغاية؟ وهو أن يدخل الأمن. لم يتدخل الأمن، الأمن بقى خلى هاد التظاهرة الاستفزازية بأعلامها بشعاراتها بعدد من الأشياء خلاه. جاءوا هاد السيدات وصوروا وشافوا ومشاو، وما بغات شيء تفرق التجمع لأن لم يصل إلى الغاية. ونفس الشيء تفرق على النقاط على المدينة وبدأ الرشق بالحجارة وبدأ تكسير السيارات وتخريب السيارات، وكذلك بعض الأشياء التي هي من باب الإجرام أكثر من باب التظاهر، لأن في المصابين هناك من أصيب بالسلاح الأبيض، هناك من أصيب بالكوكتيل مولوتوف، وهناك من كان يعني فوق السطوح من الأطفال خصوصا والأحداث اللي كان مجند، معنى أن هذا مسبق، الحجر موجود، بل أكثر من الحجر البريك موجود وكيطلقوه على الناس وعلى السيارات. طيب الحصيلة كاين ما يافى في هذه الأيام كلها، حوالي 150 رجل سلطة رجل الأمن عفوا ما بين أنواع الأمن المصابين والذين في الإصابات متفاوتة. هناك من أتينا به إلى الرباط لأن الإصابة ديالو من الأمنيين خطيرة. هناك من القوة المساعدة كما قلت يعني ضابط الذي كان عازب وحده، خسرت السيارة، مات يضرب حد، ما خرج عن حد، والصور موجودة والفيديو موجود، وجاو تيكسروا عليه السيارة وتيضربوه بالسيوف، راه الآن في المستشفى. بالطبع كانت كذلك العملية التي نعرفها جميعا وهي افتعال، لأن هذا الشيء راه داخل فيه الإعلام وتيخصنا نخلقوا لهذا الإعلام شنو غادي يسوق. ايوا ملي هاد البوليس ما بغى يضرب، ملي هاد القوة المساعدة ما بغات تحرك، ملي أرى غادي نخلقوا بعض الأمور. وراك يعني أجمل صورة شفتوها وهي السيدة اللي شدت الباب على يديها وخارجة في الباب في الصورة بأن راه الأمن هو اللي قطع لي الأصابع، وراكم شفتوا ديك الصورة كلها. واش هاد الأمن شد لها يدها وجاب مطرقة؟ ما كايناش حتى المطرقة، راه يعني مجرورة. السيدة شدات الباب على راسها، هزات بريكة من القشر ديال الأتاي اللي كنعرفوه كلنا اللي فيه داك الحديد، أرماتو على الناس وشدات عليها الباب، ولات بأن الأمن هو اللي جعل هاد الشيء هذا. وكاين صور أخرى ديال السيدات اللي يعني تيتظاهروا الإغماء واللي مشاو للمستشفى، ولكن الحالات اللي عندنا في المستشفى اللي قبلوا يمشيو للمستشفى ويدار الفحص ويخرجوا 8 ديال الحالات دخلوا وخرجوا. على أي حال ما ندخلش في هاد التفاصيل. شنو هو الغاية من هاد الشيء كله؟ شنو هو التحليل ديال هاد الشيء كله؟ أولا لابد أن نكون مقتنعين أن هذا الشيء هذا ليس هو بعفوي بل مخطط، ومخطط له وممنهج، لأن المنهجية العامة هي الاستفزاز، التدخل ديال الأمن، التصوير، وإظهار أن المناطق الجنوبية في عدم استقرار يومي وكل نهار بأن راه كاين توتر، راه كاين عدم. المنهجية تنبني كذلك على استغلال الزيارات ديال جميع الفعاليات يعني الدولية أو التي تقول أنها لحقوق الإنسان، مع العلم أن هنا عدد من الجمعيات التي تدعي أنها لحقوق الإنسان، وهذا الشيء تنعرفوا بأن الجمعية ديال حقوق الإنسان هي موضوعية مجردة تقول أودي هذا راه شنو دار، هذا شنو دار، هذا التقارير هاد الجمعيات. ومع الأسف حتى بعض الجمعيات الوطنية يعني كأنها طرف. كيف يمكن لجمعية تدعي أنها تعمل تقرير على ما حدث وهي طرف وتتبنى يعني أطروحة ديال طرف؟ ثالثا هناك استخدام يعني في المنهجية استخدام الأطفال والنساء، لأننا تنعرفوا ما هي مكانة المرأة الصحراوية، ولا بد أن نستعملوا هذا الشيء هذا باش يمكن نكسبوا العطف ديال الساكن. رابعا
أنه مخطط والآن ليس هو بسري، فهو ممول وتمويل قوي وكبير من الجهات الأجنبية عن طريق البوليساريو، وكاين يعني وثائق وكاين مكالمات وكاين عدة أشياء، وكاين حتى اللي مكلفين في هذا الشيء، واحد راه في الكناريا، واحد راه كذلك معين، وكاين جمعية اللي تحدثت خصيصا لهذا الشيء هذا اليقظة. هذا الشيء كله إذن فيه تخطيط. هاد المحاولة ديال خلق ديال هاد الجو ديال الشغب، فهو بطبيعة الحال داخل في مسلسل بين قوسين بين مزدوجتين، أننا غادي نحضروا للربيع الصحراوي، يعني أننا هاد الشيء البلاد كلها غادي تكون يعني غادية في واحد الغليان وفي واحد. ولكن شحال العدد ديال هاد الشيء اللي داير هاد الشيء في مدينة ديال 240,000 ديال الساكنة ديال العيون؟ يعني إلا حسبنا الناس اللي خرجوا في هذوك النقاط كلها ما بين 20-30-15 لا يتعدى 200-300 ديال الأفراد. ولكن هذا ماشي هو اللي تيهمنا. على أي حال نحن نؤمن أن التظاهر السلمي في إطار القانون يجب أن يبقى، إلا أنه هذه كذلك قضية من القضايا التي يبني عليها الخصوم، وهو أن عدم اعتراف بالقانون حتى لا يقال أن القانون المغربي هو الذي يسري على الأقاليم المغربية الجنوبية، في الوقت أن حتى الأمم المتحدة تعترف أن القانون قانون واحد من طنجة إلى الجنوب حتى يعني يحل هذا المشكل، وهذا ما لا نقبله. إذن شنا هي المقاربة احنا اللي عندنا؟ سهلة، وهي تطبيق القانون فيما يتعلق بالتظاهر السلمي. و أستشهدكم وأستشهد الرأي العام، هل التظاهر السلمي هو أنني ندير المتاريس ونقطع الطريق في وسط المدينة وهذا موجود، هو أنني نجند الأطفال وفين مدزت سيارة ديال الأمن ولا سيارة ديال الدولة فيها هذا الرقم نرشخها بالحجار ونهرسها، نستعمل السلاح ضد كل من يمثل الأمن؟ لا نعتقد أن هذا تظاهر سلمي، ويجب أن كذلك يطبق عليه القانون اللي هو ديال الإجرام وديال تخريب الممتلكات، وسنطبقه بالفعل. وأخيرا في هذه المقاربة اللي مبنية على تطبيق القانون يبقى المصاحبة، وأنا متفق أن المصاحبة يجب أن نتجند، والجمعيات الحقوقية المغربية يجب أن تذهب، راه الصحراء مفتوحة للخارج، علاش ما تكونش مفتوحة للجمعيات المغاربية؟ فلتذهب، فلترى، فلتشاهد، فلتقول إذا كان هناك تجاوزات. مفتوح للإعلام المغربي والأجنبي، راه تيمشيو، وفعلا هذا بدا تيربك الخصوم، لما مشى الإعلام المغربي لعين المكان وبدا تيصور وبدينا تنصوره، فكان هناك إرباك للخصوم. ثالثا، الفعاليات السياسية والمنتخبة في الأقاليم يجب أن تتحرك وأن تلعب دورها الذي هو دور التهدئة. والأعيان والشيوخ، لأن كاين كذلك وضع خاص بهذه المناطق، وهذا ما نعمل على من أجله، وشكرا لكم. شكرا سيد الوزير.